فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا علمت أن شخصا أراد أن يتخلص من ماله الذي حصله إذا علمت أن هناك شخص أراد أن يتخلص من ماله الذي تحصل عليه من طريق محرم، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المال لحاجتي؟ إذا إيش؟ إذا علمت أن هناك شخص أراد أن يتخلص من ماله الذي تحصل عليه من طريق محرم، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المال لحاجتي؟ إذا كنت محتاجا فلا بأس، أنت وغيرك سواء، تأخذه، ما هو على نية أنه صدقة، على نية أنه مال، ماله مالك، يصرف في المصالح. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.